خويا ولي غدوة إن شاء الله تكون عندنا معلومة جديدة. تهلا في راحك. صحة أخويا. السلام عليكم. مرحبا بك، تفضلي. خويا معلش تمد هاد البرية للضابط كامل. أوكي ماشي مشكل. سي بيرسونال، قول له دو لابار دو سارة. ماشي مشكل. صح. صحة. ألو وي ليلى. كيفاش؟ ماما! صاحب ساعة ما سبيطار وراكم. خلاص أنا جاية. صحة. وي عصام خويا. الدنيا بالعقل لازم تصبري. الدنيا لازم تسيني لي لي بابي تاع الكلينيك باش نقدر ندفن المرحوم. المرحوم خلاص فؤاد ولا اسمه مرحوم. وصعيب عليك اختي، وسيب عليك ربي يرحمه ان شاء الله من اهل الجنه. واش راه فهميني كيفاش وصالها؟ خلاص راه كملتوا، راه يدي غير حنايا الطبيبه معاها لداخل. خير دكتور. دكتور اسمح لي، ماما واش راهي فطنت؟ الفا بيان الحمد لله. الحمد لله. بصح لاطونسيون تاعها طالعه بزاف.
كيما كنت قلت لكم الحالة تاعها ما تسمحلهاش سيرتو لاطونسيون. على بالي. بصح. بصح وشنو؟ جي دوموندي نشوف راجلها على الدياليز الاخر. بصح علاش دكتور؟ أنا بنتها تقدر تقول لي. شوفي ما نخبيش عليك، الكور تاع يماك اللي تخي فابل، ما يتحملش لاديالايز. والحل كيفاش؟ الحل كنت قلت لكم من الأول، ماتنو إل دوفيان نيسيسيتي بور سا سيرفي. لا ترونسبلونتاسيون. وي، يلزم لنا كلية ومتبرع في أقرب وقت ممكن. متبرع، كلية، وشنو كاع هذا دكتور؟ أنا كي كنت نجي نسقسي عليها كامل يقولوا لي لاباس. على كل حال سي منصف على بالو، جاب لنا المتبرعين، مالوريزمون ما كانوش كومباتيبل. كيفاش بابا على بالو؟ ما يقول ليش أنا ما على باليش يروح يجيب البرانية، الوقت يجوز وأنا ما نعرفش. دكتور عطي لها الكلية تاعي، دوكا دوكا نديرو لا ترونسبلونتاسيون، دوكا ندير لوبيراسيون، ما نستناش. ما تقلقيش، شوفي، دوزي ليا من بعد. ديروا لي زاناليز، إيزيسبا إن شاء الله يكونوا كومباتيبل مع يمك. إن شاء الله يا با دو غيزون يكونوا كومباتيبل. جيسبر اون فيرا سا. نقدر نشوفها دوكا دكتور؟ لا لا ماشي وقتها، خليها تريح شوية. هاي عيانة بزاف. باش نفعل لكم. ياسي. جون. سهلة، علاش حابة نخبي عليك؟ كان على بالي من الأول، باسكو العام اللي فات كي دارت لوبيراسيون تاعها، الطبيب قالها لازم لك الكلية قبل العام. وهي اللي قالت لنا ما تقولولهاش. منك صح ليلى، تعرفي حاجة كيما هذي وما تقوليليش. والله غير هي اللي قالت لنا ما تقولولهاش. ما تقلقيش، إن شاء الله تبرى. إن شاء الله تبرى، البروبليم لو كان أنا مانيش كومباتيبل. كيفاش حندير؟ منين منين حنجيب لها كلية أنايا؟ منين؟ شوية كوراج، لازم تكوني مؤمنة. خالتي صافية حنينة. ربي ما راحش يخليها. من اليوم نبدا نحوس عليكم على كلية. يعطيك الصحة. يحيى هو اللي جابنا لوبيدال. كتر خيرك. بلا مزية. توت فاسون نريح معاكم هنايا كاش ما تسحقوا. سمحوا لي دقيقة صح. سي كامل معليش دقيقة جات خطيتك خلات لك بريه تفضل كامل كوميسار راه داير ريونيون ديرجونس لازم نطلعو عطي في اخو عطيك صح صح يلا فوتون خلينا نطلع بيكون احسن طيب هالتسجيل كم دقيقة أخي؟ والله حمد مزيف بس يا أخي أنا بحاجة لدقات القلب هي بشكل متواصل بدي إياه يكون أفضل من هيك لحتى يكون ممكن كيفاش ما خممت لهاش أنا هادي؟ دكتور ناجي اتركوا الشرطة هذا هو الحل باش نقرضي عبد معايا ونصوبي بها زواجي أرد عمي مديحة فهميني شو بدنا نساوي هلا تصرفي اعملي شيء وهادي لازم لها تخميمة عشوي كنت رح صدقكم مثل الهبلة الحمد لله هادي غيبة مرحبا بيك سلامك صافا جيتي وحدك وي جيت وحدي بابا ما كانش في الصحراء مرحبا بيك مرحبا بك هادي غيبة يا بنتي شحال توحشتكم احنا توحشناك بنتي شابة مرحبا مرحبا سارة هاك شتي يعطيك الصحة يحيى ولا على بالك كان يحشمانا منك تعبتك فريمون بزاف ما درت والو مش هكا انا جيران
سلام. وجهك صفار بالخير. ها والو أنا عيانة برك. ما مشي ريبوندي كيما مالف. لكن عرفوه سي بلا بريمير فوا ما يبونيش. تي دايما تحرمي عليه. بلوتو تخاف منه وي. هذا هو الراجل اللي خيرته لي باش نتزوج به. قول ما خطبني كي البنات. ما درت عكس كي البنات. وانت قبلت على اختك تكون درة. قولي دوك واش دار لي اسمو؟ واش داروا لي درامو؟ وليدي مات واندفت كي اليتيم. كلمي روحك اختي، كلمي روحك. تركي يجي. مانيش اختك انا، ماشي اختك. انت اللي بعتني المنصف. وتركي يجي انا واش ندير به؟ قولي واش ندير به؟ جيبوا لي وليدي توحشني وليدي. جيبوني وليدي توحشنا. وليدي كان في الجنة كي غير تعذبي في روحك. وانا شكون اللي طفي لي هذا الليل؟ علاش انا في قلبي؟ قولي. لاميا جو تو برومي، جو تو برومي نجيبهولك هذا السيد اللي قتل لك ولدك وديري فيه واش حبيتي. Gardien! Y'a le gardien! Y'a le gardien! Y'a le gardien, hal! Y'a le gardien, mettre toi là! Hal alia! Y'a le gardien! Hal alia, mettre toi là! Y'a le gardien! Y'a le gardien!
لازم تخرجوا وقت لا فيزيت على الميدسان. داكو. زهرة نودي خلاص وقت لافي. بيزا قلت لها ما تقلقيش روحك غادي صافي انت ريحي وانا دوك معايا يلا ريحي روحي صباح الخير عليكم صافي مليحه كل شيء قهوه وقاتو من البارح ما قلت والو كان ما شقيت روحك يا حياه والله ماني جعانه باغ كونتر انا ديني جعانه جات في الوقت ولازم تاكلي معايا انت من البارح ما كليتي والو دكتور بونجور دكتور كيفاش راهي خير من البارح مي لا ترانسبلونطاسيون رينال اي اوبليغاتوار قال ندير والله ما لاباري خلاص صار ما تقلقيش حلها ربي ان شاء الله ما تقلقيش صار البارح كي خرجت وخليتكم وحدكم في لوبيتال بقيت نخمم طلعت هبطت قلت نخلي دي ميساج دي بوبليكاسيون في كاع لي ريزو سوسيو الصباح كي نوض لقيت ميساج بقيت نتبرع صح صح لازم نشوفو ومن بعد نتفاهم انا وياه معليش نجي نشوفو معاك دركا ايه دوكا سيل تو بلي اوكي نروحو نشوفو نجي معاكم لا لا سيل تو بلي لان تقعدي مع ماما و سي جامي يلا هاي تي لي صالون ايه ليلى واش بها صفية؟ واش صرا لها؟ بالعقل خالتي صفية ماهيش مليحة طاحت انسرعت في الدار وكي جبناها لوبيتال قالوا لنا يلزم واش نلزم؟ يا هدري واش بيكي؟ لزم لها كلية أورجونس ولا ولا وشنو؟ ما تقلقيش أنا هنا إن شاء الله نلقاو لها المهم الحمد لله على سلامتها هذا هو الصح صفية صفية الحمد لله هكذا ولا اكثر الحمد لله كي شفتك بيان سور تشوفيني واش حسبت لك راح نخليك ما نخليك جامي نخليك يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك وربي ان شاء الله يعطيك ما تتمنى والله ما على باليش كاع كيفاش نشكرك على هاد الجست هدايا ان شاء الله برك ما تبدلش رايك وما تدرش علينا خسار عليك مدام قولي ان شاء الله برك لي زاناليز تخرج مليحه هادو واش نتمناو ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ويلا تقدر نروحو دوك نديرو لي زاناليز نروح ان شاء الله طولها دقيقه نعيط برك الدكتور نشوف الا في السبيطار نروحو الو دكتور انا عم نورمالمون عندي بون نوفيل صبنا متبرع
اه نقدروا نجيو عندك دوكا للسبيطار. خلاص يعطيك الصحة دوك نجيو. سي بون نقدروا نروح. بسم الله. رمناق. صباح الخير كامل. صباح الخير. يما وراي. يما كان حط طلع على خالتك صافية راهي مريضة بزاف. مريضة بزاف. رودي يا ماما زوج بوحدي. ورودي يا عمري يا بوحدي يا ماما يا عندي. ما تروحش ما تخليني بوحدي. يا عمري يا خرج بابا جدتك خرج بوحد بابا جدتك خرج بوحد خرج بوحد يا عند بابا ما تخلينيش بوحد بوحد يا عند بابا اروح يا عمري يا عندي يا عمري ما تخليش بابا وحدها اروح بوحد يا ما تخليش بابا يا عندي يا عمري اسمع فيا بوحد بوحد سارة سارة ايه شكون انت؟ شنو تدير من ناحية يدك؟ بنت سالي شكون؟ واش كدير؟ انا الفيونسي تاعها كمال هذا يحيى جارنا هو اللي جاب خالتي صافية للسبيطار لو كان ماشي هو اللي كان حصلنا خلاص دوك اسمح لي خويا ما عرفتكش دوك فهمت على بيها نعيط لك من البارع في التليفون ما ترفديش بالك بلي كنت ثلاث ايام مع ماما علاش تهضر معايا هكذا لي الكومبلي وانا بيتها هنا لو البارح وين كنتي هدي هضره تهضرها اون بلوس هنا في السبيطار دوكا بالك بلي راني لا تياب ماما هذا ما كان هذا جارنا ويعاون انا حضرت سامي نيت نكون عندك صح سارة انا لازم نروح كي نكمل راني نجي نشوف خالتي نروحو دوكا نشوفو الطبيب ونتبرع يلا يلا Ok, professeur. D'ici la fin de journée, je vous envoie son dossier par mail. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Ilham. T'aïché. Wallah, y'a de l'khir, men sa houlik. Bleu, bisous, chérie. Bsa, houj, nous khlis doka. Ok, y'a pas de problème. مدبيا تجيبينا بتي بيبي نفرحوا به. إن شاء الله يا ربي من فمك الباب السماء يا ربي العزيز. إن شاء الله إن شاء الله. وانت يا إلهام ما عندك حتى واحد في حياتك؟ بولا استون لا ميديسين دات لي كاع وقتي حتى واحد حتى واحد سي كاين واحد
مي نجي وحده. شكون هذا سعيد الحظ؟ ربي يكمل لك حنونه، ربي يعطيك واش ما تمنيتي ان شاء الله. الو سارة. ماشي سارة، ماشي سارة. شكون انت؟ انا يحيى. واش راه يدير التليفون تاعها عندك؟ جوزها لي. راهي في صال دو بان، كي تفوت نقول لها. ياسين. وي نضرب دورة لوبيتال ونرجع. اوكي راني. يعطيك الصحة كي راك تعاون فيا يحيى. وسمح لي على بلي تعبتك بزاف معايا. ما درت والو. قولي لي صراحة باباك ما قال لك والو عليا؟ لا لا ما قال لي والو. علاش كش ما كاين؟ السمانة اللي فاتت رحت هضرت معاه عليك. عليا؟ شوفي سارة، الدقيقة الأولى اللي شفتك فيها دخلتي لقلبي. خلي صافية الله يشفيها تفكرني في يما العمى. تربيت يتيم كي كان في عمري 12 سنة. كنت دايما نحب تكون عندي عائلة. لهذه رحت هضرت مع باباك عليك وخطبتك منه. بصح الشيء اللي ما فهمتوش ما قاليش بلي راكي مخطوبة. قالي نهضر معها بعد درتك بخبر. يحيى كيفاش تروح لبابا تهضر الهضرة كيما هادي بلا ما على بالي؟ بلا ما تقول لي، بلا ما تسقسيني. نحب نهضر معاك بصح انتي ما عطيتينيش اوكازيون. هذا ما كان كمال صح في وسي تاعك. ماشي كاع وقتها الهضره هادي. ماما راهي بين الحياه والموت، غير هي اللي راهي في بالي. ما نقدرش نخمم على حاجه كيما هادي. الله يسمح لي. السلام عليكم. السلام. وشيما كاش ما بان على خالتي؟ زاد عليها الحال يا وليدي. دوك تخليها للطبيب، والحاجه اللي مقلقتني من قبل هو يسقسي على منصف بيخرجها للخير. وسارة مراي هاي دخل. سارة كانت هنا وخرجت. سبحان الله هذيك الطفله ما عندهاش القلب، ما خرجتش ليماها. فوتوكوبي تاع باباها، فولا مقسومة على زوج. سارة طلعت للدار، جيب حوايج خالتي صفية وتعاود تولي. كيفاش راحت وخلت الطوموبيل تاعها مقارية لتحت؟ راحت مع يحيى جارنا. دكتور كيفاش راهي حالتها؟ عيانة اليوم، يفو ميو تشوفوها خطرة جاية. تسمى امبوسيبل اليوم. اليوم امبوسيبل. مش فاهم عليها. يسلمك يعطيك صحة. يعطيك صحة طبيبي. أنا لازم نولي الخدمة. كاش ما كان عندي طول ليها. يعطيك السلامة. سلامة وليدي. كمل.